من الإمارات على هذه الطائرة، أولى شحنات اللقاح المصري من الصين. هو لقاح صيني من سينافارم تحديدا. طبعا هذه أولى الشحنات، أعتقد أن احنا بنتكلم في 50,000 جرعة أو أكثر، وهذا هيتم أو تصريحات أكيد هتخرج بعد نزول هذه الشحنات. وزيرة الصحة لها كلمة هامة الآن، ولكن احنا بنتابع تحديدا من مطار القاهرة الدولي وصول الطائرة تحديدا من الإمارات. هي أولى شحنات لقاح فيروس كورونا الصيني للداخل المصري. زي ما ذكرت لحضراتكم، احنا بنتابع الآن وصول الطائرة. هي قادمة من الإمارات، ولكن اللقاحات الصينية وصلت إلى الداخل المصري. هي أولى الشحنات من أو الشحنات من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، قادمة من الإمارات العربية المتحدة، ده بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر والقائم بأعمال السفير الإماراتي. الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان كان ذكر أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا و 99% من إنتاج الأجسام المضادة للفيروس و 100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة. يعني نتكلم أنه في حصانة 100% من وراء هذا اللقاح للوصول للحالات المتوسطة والشديدة طبعا من الإصابة بكورونا. أيضا ذكر أنه الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، مرضى الأورام والفشل الكلوي. أيضا ذكر أنه هيتم تناول اللقاح في الكتف على جرعتين بينهما أو يفصل بينهما 21 يوم. دي أبرز المعلومات اللي خرجت حتى الآن من وزارة الصحة المتعلقة باللقاح الصيني من شركة سينوفارم. هي أول جرعات توصل للداخل المصري، أولى الشحنات توصل للداخل المصري، وطبعا مصر من أوائل الدول في العالم اللي وصلت ليها الشحنات وتبدأ في أيضا توزيع هذه الجرعات. يعني كما هو الوضع في العالم كله، هناك أولوية لمن يتناول هذه الجرعات. بالطبع الأطقم الطبية هي الأهم وفي الصدارة، ومن ثم تأتي الحالات الحرجة، كبار السن، من لديهم أمراض مزمنة. يعني الوضع كما هو في العالم كله بالنسبة لتناول هذا اللقاح أو إعطاء الأولوية لمن يأخذ هذا اللقاح. زي ما قلت لحضراتكم، سينوفارم هو لقاح صيني قادم من الإمارات، أثبتت فعالية بنسبة 86% من الوقاية من فيروس كورونا، 99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس بجسم الإنسان، 100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة. وأعتقد أنه بعد الانتهاء من وصول أو نزول الشحنات إلى أرض الوطن، فعلا يعني طيارة وصلت ولكن بيتم الآن عملية النزول، هتكون في تصريحات هامة لوزيرة الصحة حول آلية التوزيع وآلية بدء تطبيق تنفيذ أخذ الجرعات لهذا اللقاح، اللقاح الصيني بجرعاته الأولى في الداخل المصري.
ما زلنا مشاهدينا الكرام، وصول أولى شحنات لقاح الصيني، من تحديدا لقاح سينوفارم الشركة الصينية، وبالفعل بنتكلم عن تقريبا 50,000 جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية كشحنة أولى. جدير بالذكر أن أجريت التجارب على 3,000 متطوع بمصر خلال الشهرين الماضيين. كان في تجارب على هذا اللقاح في الداخل المصري في الشهرين الماضيين، تجارب سريرية بكل أشكالها الطبية. الإمارات كانت أعطت الموافقة الطارئة لهذا اللقاح باستخدامه الآمن. هيتم طبعا البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية على الفور، دي حسب بعض المصادر، ولكن أكيد هتؤكد هذه المعلومة من خلال تصريحات وزيرة الصحة. الحقيقة إنه بنتكلم عن درجة فعالية خاصة بهذا اللقاح، كما ذكر الدكتور خالد مجاهد أثبت فعالية 86% في الوقاية من فيروس كورونا، 99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، 100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة في الداخل أو بعد طبعا إعطاء الجرعة من هذا اللقاح. زي ما قلت لحضراتكم، خلال الشهرين الماضيين كان في مراحل تجارب سريرية مكونة من 3 مراحل، وبالفعل تمت في الداخل المصري خلال الشهرين الماضيين على أكثر من 3,000 متطوع. ونتكلم أنه بالفعل وصلت الآن كما نتابع على الشاشة مشاهدينا الكرام 50,000 جرعة من هذا اللقاح، وهي طبعا أولى جرعات لقاحات كورونا في الخارج، وبطبع قادمة هذه الشحنة من الإمارات كما ذكرت لحضراتكم بعد أن أعطت الموافقة الطارئة لهذا اللقاح. خليني أقول لحضراتكم أنه فيما يتعلق بلقاح سينوفارم، من الواضح أنه المغرب يجري محادثات مع الشركات أيضا ومع سينوفارم الصينية لبدء طرحه في الداخل المغربي. جدير بالذكر أنه بالفعل أيضا كان له تجارب في الداخل الإماراتي وداخل المصري. مشاهدينا الكرام، أيضا كما ذكرت لحضراتكم كان له بعض التجارب أو تجارب سريرية حقيقية هنا في الداخل المصري على 3,000 متطوع. نتابع على الشاشة الآن نزول الشحنات في هنا في مطار القاهرة الدولي.